يعني هنسيب لمين الغنى ده احنا اللي بدعينه؟ طبعا ما هو ما فيش غير محمد ثروت الفنان الكبير هو اللي يقدر يغني الاغنيه دي. حد تاني يقدر يقول يا ليل يا عين بالجمال ده؟ حد تاني يقدر يعني بصوت عالي كده يقول هنسيب لمين الغنى ده احنا اللي بدعينه؟ يعني احنا الاصل. خليني امسي على فناننا الجميل المطرب الكبير محمد ثروت واقول له مساء الخير ومساء الفل. يا اهلا وسهلا. مساء الغنى عليك. مساء الفل. طبعا من حقك، من حقك تقول هنسيب لمين الغنى ده، حقك صراحه يعني ثقه عاليه جدا يعني. الدخول بس يعني اللي ملفت شويه اللي هو هنسيب لمين الغنى ده احنا اللي بادعينه، لكن بعد كده هو يعني الكلام بيتواضع بقى بينزل. بس اولا الحمد لله على سلامتك اولا. الله يسلمك. وواضح ان انت يعني خرجت بقى بطاقه كده ايجابيه حلوه واغنيه حلوه. اولا كلماتها حلوه، الصوره لا في شيء مختلف يعني، في كده نشاط وفي كده طاقه شبابيه مختلفه، صح ولا لا؟ الحمد لله. هي الاغنيه دي معموله قبل الازمه اللي انا كنت فيها من شهر يونيو، وكنا بنتحايل نزولها، لكن الحقيقه الظرف ما كانش يسمح. ايوه. اول ما رجعت حبوا يعملوها لي مفاجاه ويغيروا لي يغيروا لك المود. طب بس انا هقول لك حاجه بصراحه وتقول لي، هل احنا صعبنا عليك يعني احنا الناس الجمهور صعبنا عليك لما لقيت ان في غنى ملوش لازمه كده مضايقنا، فقررت تقول هنسيب منين، ترجع بقى هنسيب منين الغنى وتبدا يا ليل وعين؟ يعني حاولت تقول لا انا ما انا هدلع الناس يعني. شافك انت اكتر حد عارف ان انا عمري ما اتاخر عن الناس وعن الجمهور. يعني من اول اغاني الاطفال للوطني للعاطفي للديني لتترات المسلسلات للمسلسلات للمسرحيات انا متعتي في رضا الناس وسعادتهم، ويعني ما اقدرش اقول لك اللي مخليني في الحاله دي لغايه دلوقتي هو حب الناس. بس عارف انا يعني انا عاجبني ايه فناننا الكبير محمد ثروت، انت بقالك فتره كده بقى عندك نوع من التحدي اللي هو لا يعني احنا بنغني وهيفضل الغنى هو الغنى الطربي الجميل الراقي، الكلمه الحلوه الصوت الحلو، يعني عندك نوع من انواع التحدي اللي احنا عايزينه ومبسوطين بيه يعني. أنا معاكي، بس هو التحدي هنا للكلمة وللحن للحالة اللي الواحد فيها. اللي عايز أقوله لك إنه الفن بيخلي الفنان طول الوقت بيفكر إزاي يواكب ويرضي جمهوره وما يتنازلش وما يعملش حاجة يندم عليها يقول لهم معلش أنا عملت ده عشان مضطر أو كده. يسيب ذكرى حلوة في نفوس الناس زي ما أساتذتنا علمونا في كل المجالات، في الغنى وفي الكلمة وفي اللحن وفي كل حاجة. يعني الأجيال بتسلم بعضها وبتحاول إنها تكمل مسيرة بعضها، وبالتالي في مبادئ في الدنيا كلها في الحياة احنا مش بنخترعها. النفس البشرية مواصفاتها ما بتتغيرش، ولو خاطبتيها بالطيبه بتلاقيها، لو خاطبتيها بالشر برضه بتلاقيها، اللي هي صحيح. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. طب انا خاطب الفجور ليه وانا ماشي؟ صح. خلينا في كل حاجه حلوه، لانه هي 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 مصر حلاوتها في نجومها وفنها الجميل، والجمله بتاعت ده احنا اللي بادعينه دي حقيقه يعني. انا دايما بشوف انه المصري بيغني من زمان جدا، والغنى ده جزء من الطقس المصري طول الوقت يعني، موجود على المعابد اصلا يعني، في اجدادنا الفراعنه الالات والغنى موجوده على المعابد، فالمصري اعتقد اتولد بيغني. احنا حتى المناسبات كلها عندنا غنى يعني. الحج غنى، الفرح غنى، الطرح يعني الجنازه فيها غنى، فيها فيها تعديد. صحيح. العمال بيغنوا، الفلاحين بيغنوا، القبائل اللي موجودة في أطراف مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، النوبة، سيناء، مطروح، البحر الأحمر. صحيح. بلد حلوة وجميلة، ويا رب يا رب يا رب يحفظها يا رب، ويا رب سبحانه وتعالى يمن علينا بفضله وكرمه يا رب، ويسعد لنا أيامنا ويحسن
حياتنا وختامنا. طب من لمين هنسيب الغنى؟ هي اغنيه واحده ولا هتبقى في مجموعه اغاني تانية هنسمعها؟ لا ان شاء الله في مجموعه اغاني ومختلفه، وزي ما انت شايفه يا مستعجل فراقي مختلفه حاجة. جدا. وانا هنا بشكر برضو، يعني انا هشكر المؤلف احمد المالكي والملحن محمد عبايه والموزع ومهندس الصوت. احنا كمان بنشكرهم لان في ايقاع حلو وفي كلام حلو. زي طيب ما انت قلت ما بتتاخرش عن جمهورك، يبقى عايزين نعمل ليله هنا في التاسعه حلوه بقى بالفرقه ونغني. يعني محتاجين كده، محتاجين ما نسيبش الغنى يعني، محتاجينه. اكيد حاضر. اكيد هنرتب معاك ويشرفنا وجودك ونحتفل بيك، ودايما كده تغيب تغيب بس بنبقى عارفين ان انت راجع لنا بحاجه حلوه يعني. ربنا يخليك، ومتشكر جدا على الفرصه الجميله اللي خلتني التقي بناسي وحبايبي اللي حسسوني بكل الامان في ازمتي الصحيه. وما اقدرش اقول لك يعني سؤال الناس كلها عليا ده عامل فيا ايه، هو اللي خلاني عديت المرحله دي. لا طبعا بشكر ربنا على هذا والله. انت غالي علينا وقيمه مصريه وصوت جميل غالي علينا. طب ما فيش مقطع الاولاني كده تقوله لي قبل ما تسيبنا؟ يا ريت والله. شفت كان بودي بس لسه في التليين. لسه في التليين. لا ان شاء الله يعني احنا في انتظارك كده تبقى مع الفرقه بتاعتك الجميله، ويبقى عندنا مجموعه اغاني حلوه الناس تستمتع بيها وجمهورك يستمتع بيه باذن الرحمن. يعني ان شاء الله. الفنان الكبير محمد ثروت ما تسيبش الغنى ابدا، هو دايما مستنيك. بشكرك واتمنى لك التوفيق دايما.